أبو فهد، هذا التسارع الكبير وضع ملاك الإبل تحت إطار أو في إطار الصدمة؟ والله انا من اوله، وانا لحد الان ماني مستوعب اللي يعني. انا اعيد الذاكره، احاول اعيد الذاكره دائما الى ماضينا. انا تعايشت مع المهرجانات 20 سنه، فاعيد الذاكره دائما الى الوراء، فاجد اني ما زلت مذهول في اللي احنا نعيشه اليوم. والله مالك لايب جدا. صحيح 20 سنه ما شاء الله. ايوه لا، والنقله يعني جدا جدا، النقله يعني النقله يحس فيها اللي تعايش مع المهرجانات. وكم لك ابل اليوم. انا لو سمحت لي ابي اعرج على موضوع بسيط، اللي هو مداخله الشيخ فهد قبل يومين على البرنامج. لفت انتباهي في شيء انا افكر فيه من سنوات، اللي هو انا كان عندي تفكير او دراسه او اني افكر في عمل تطبيق مختص في الابل، يعني يدخل كل الابل. الان اطلقت عليها كلمه مزارع الابل، ملاك الابل والسلالات يدخلون في هالتطبيق هذا، مثل ما هو موجود في بريطانيا للخيل. نعم، والطيور، الخيل على مزارع الخيل الكبيره. إيه الخيل الكبير. هذا التجمع كذا هو التقني. في المكالمه يقول كذا. إيه يعني انت لو ترجع مثل اسهلها لك، مثلا عندك بوكينج في الفنادق وكذا. تبغى فندق تدخل مدينه، تدخل على بوكينج وتشوف الفندق والغرفة اللي انت فيها والشيء اللي بيقدموه لك والأسعار وكل شيء. فأنا وقفت الدراسة هذه قبل سنتين. أنا كنت يعني طارح الفكرة دي أنا ومجموعة، فأجلتها أني انصدمت أن البدو رحل، ما تقدر تحط موقعه في جوجل مابس عشان لأنه أماكن ما فيها رسالة. أساس أن يكون معي شريك في صفحة في البرنامج هذا، لازم أنه يكون له موقع ثابت. نعم. في المزارع اللي أطرقها لفتت انتباهي اني اذا اعيد التفكير في الموضوع ذا مره ثانيه، انه لو يعني استمر الشيء ذا هذا نجاح، انك تطلق على مزارع مثلا، اللي اي واحد يفكر انه يدخل على هالمزارع يبي يشوف فردياتها، يشوف انتاجها، يشوف السلالات اللي فيها، يدخل على هالتطبيق وعلى جوجل ما ويوصل لحد باب المزرعه. فهذا صراحه حسسني ان الشيخ فهد عنده بعد في التفكير. ما كنا مستوعبين لما احد يقولها، يمكن ما يتقبلون كلمه مزرعه، بس لما تقول شيء ثابت او ككيان ثابت، فهذا معناته انك عندك نظره شيء مستقبلي، ان احنا بكره قد نروح نزور الاماكن هذه في مواقعها. نعم اكيد اليوم